السلام عليكم أحبائي عائلة العلم لا يعرف الكثير، معكم يا زور الزهيري أحد أعضاء العائلة. أحب أشارككم صفقاتي اليومية، طبعا مثل ما تشوفون صفقات بشكل مباشر وتحقيق أرباح بشكل مباشر، بعض تعلم بعض مناطق الدخول والاستراتيجيات اللي ناخذها من دورة التحليل الموجي مع الأستاذ وسام عائلة العلم لا يعرف الكذب. طبعا صفقات سكالبينج بشكل يومي وصفقات استثمارية على المدى الطويل، لا تترددون اخواني، كل ما عليك انه تكلم استاذ وسام على الايميل الخاص او على التليجرام، حيكون التواصل معكم ان شاء الله تكون بداية خير لكم. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخونا وسام، كيف حالك؟ هذا الفيديو شهادة حق في حقك وفي حق الدورتين البريس أكشن والتحليل الموجي. بصراحة الدورتين يعني غيرتا نظرتي للشارت تماما، تقريبا 90 درجة للشارت. يعني لم أكن أتصور أنه مثل هذه المعلومات سوف تغير نظرتي للشارت تماما. فكنت أشاهد الفيديوهات لمدة تقريبا شهرين واستفدت منهم كثيرا وعرفت كثيرا مناطق الدخول ومناطق الخروج من الشارت من الصفقات، واستفدت كثيرا بصراحة. فلم أبدأ في التطبيق على الحساب الحقيقي، ما زلت في الحساب الديمو. حاليا عندي تقريبا 5 أشهر منذ أن اشتريت الدورة، وحاليا يعني وجدت مناطق دخول جد 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 قوية. صرت أحلل من الفريم الشهري حتى الفريم ال15 دقيقة وأدخل يعني في الصفقات مباشرة. وكما تشاهد هنا دخلت يعني في صفقة في الجي ام تي، وكذلك هنا دخلت فيها للتو صفقة أخرى في الجي ام تي، وما شاء الله الصفقة يعني ناجحة 100%، وهنا التارجت أو الأهداف. فبصراحة شكرا شكرا لك يا أخونا وسام على هذه الدورة الرائعة، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة العملاء في الكذب. سنقوم بتحليل البيتكوين كما تعودنا يوميا، لكن قبل البدء أدعوكم الاشتراك في قناتكم قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة، تضغطون، لا تأخذوا هذا الرابط لا نسخ ولا لصق ولا حتى تأخذوا هذا الاسم. أنا أكرر يوميا هذه الأمور في الفيديوهات حتى أنها أصبحت مملة بالنسبة لي. لا تأخذوا لا هذا الاسم ولا الصورة، نصاب كثر ينتحلون شخصيتي في جميع وسائل التواصل، يريدون النصب عليكم، يبيعونك توصيات، يبيعونك أمور نحن لا نبيعها، فانتبهوا من هذا الأمر. يطمعونك لكي تستثمر معهم. نحن وهناك أشخاص يقولون أنهم يشتغلون معي، لا أحد يشتغل معي، أشتغل لوحدي فقط، وهذا هو الرابط الذي تضغط عليه مباشرة من صندوق الوصف. إذا أردت أن تكون منضم إلى القناة المجانية في هذه القناة، إذا ضغطت على الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي أشارك معك في أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، كذلك يعني صفقات مباشرة. لاحظوا الإخوان 297% في عملة سولانا، 101% في عملة سيف إكس، لاحظوا 2472% الأخ، أتوقع الأخ عادل يحقق 2472، أو الأخ سعودي يمكن 2472% في التي آر بي، لاحظوا الأخ عادل يحقق 70% في الإيثريوم، صفقات مباشرة، لاحظوا فيديوهات صفقات مباشرة تصلني مباشرة على الخاص، لاحظوا كذلك أرباح، لاحظوا 511% في عملة في البيتكوين في ذلك النزول استفدنا منه، و 42% هذا الأخ يحقق 1376 دولار في البيتكوين. لاحظوا يقول أفضل توصية بحصل عليها أن اشتركت مع أستاذ وسام، شكرا أخي الكريم، مبروك 106%، الحمد لله نربح في الأسواق صعودا وهبوطا، مشكور أستاذنا الغالي. لاحظوا ناس تحقق أرباح قوية، لاحظوا كذلك هذا الأخ، لاحظوا يحقق تقريبا 719 دولار من سوق الفوركس، 719 دولار، ليس سهلا ان تحقق 700 تقريبا 725 دولار في من سوق الفوركس، تعرفون هذه الامور، يعني ارباح قويه 453%. يقول السلام عليكم استاذنا الغالي، اخذنا 50% وتركنا الباقي، والله كريم بعد استاذ، شكرا شكرا. لاحظوا الناس تشكر 530%، ويقول بوم، اذا ارباح قويه جدا يتم تحقيقها انطلاقا
بما نقدمه من علم، من منطق في تداول، انطلاقا مما نقدمه كذلك من عروض ومن دورات تدريبية تساعدك على احتراف التداول. هدفنا هو أن تصبح متداول محترف، لا نريدك متداول مبتدئ، نريدك أن تغير يعني تفكيرك، طريقة تفكيرك من المتداول المبتدئ الذي يبحث فقط عن الربح السريع. يعني طبيعة بشرية، الطمع هي طبيعة بشرية. إذا كنت طماعا لن تنجح في التداول. إذا كنت تريد فقط الربح دون أن تستثمر في التعلم لن تربح، أؤكد لك ذلك انطلاقا من تجربتي المتواضعة. إذا إن كنت تبحث عن توصيات هذا العرض غير مناسب لك، إن كنت تريد أن تحترف هذا هو العرض المناسب لك. في جزئين، جزء يعني جزء نظري اللي تحصل فيه على الدورتين، تحليل موجب برايس اكشن 34 فيديو، فيه استراتيجيات، فيه اسرار كثيره جدا تساعدك على احتراف التداول بنسبه 30%. اذا عندك النظري يعطيك 30% لكي تحترف التحليل الموجب برايس اكشن، هو المنطق. وال 70% الباقيه تعطيك اياها التطبيق، الجزء التطبيقي. والجزء التطبيقي هو في قناه التحليلات اليوميه. لماذا؟ لاننا نحلل يوميا من الاثنين الى الجمعه كل الاسواق، كل الاسواق، لان هذه النظريه وهذه التقنيه تطبق في كل الاسواق، في كل الاسواق. من جاء وقال لك انا ساعطيك دوره تطبق فقط في سوق ما، اعرف ان هذه ليست دوره. منطقيا اذا كنت يعني اذا كنت تعطي معلومات قويه يجب ان تطبقها في كل الاسواق، وما نقدمه يطبق في كل الاسواق، فقط عليك ان تضبطها. لذلك في قناه التحليل اليوميه نحلل يوميا من الاثنين الى الجمعه كل الاسواق، فوركس، كريبتو، اسهم، مواد اوليه، في حصص مباشره على الزوم، وكذلك تسجل لمن لم يستطع الحضور. اوكي، اذا لديك 30% نظري، 70% تطبيقي في قناة التحليلات اليومية، وكبونس كإضافة تحصل على 3 أشهر اشتراك في مجموعة نقاشات. هذه المجموعة بها خيرات المتداولين لدي، يجاوبون لك على أسئلتك، يشاركون معك تحليلاتهم، صفقاتهم، وهكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة تساعدك، تأخذ بيدك إلى أن تصل إلى درجة الاحتراف. إذا كنت تريد أن تتعلم، تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت، إن كنت جادا في التعلم، هذا هو العرض المناسب لك. ستجد رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو، أول رابط في صندوق الوصف، كذلك لهذا الفيديو أول رابط، تضغط عليه تواصل معي مباشرة على الخاص على التليجرام، أنا الذي يجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% من الرابحين، وتبتعد عن 95% من الخاسرين. لا تنسوا كذلك الذهاب إلى الموقع beprowavetrader.com، beprowavetrader.com في هذا الموقع، هناك مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحملها مثل الدلائل السياسية الشمالية بين المنتدين، فقط تضغط على ابدأ الآن مجانا، ضع ملكا خاص، تصلك الكتب إلى أمريكا. الخاص، واخيرا وليس اخيرا، ادعوكم الى الاشتراك في قناه العلم الاكاديمي المباشر باليوتيوب، وصلنا الى 7000 مشترك، نريد ان نصل الى 10000 قبل البدء بوضع فيديوهات هذه القناه. سجل رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو. ثالث رابط تحذير، التداول مهنه خطيره يمكن ان تخسرك اموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناه هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح ماليه ولا استثماريه ولا توصيات. اذا ضغطت على زر الشراء او البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العملاق الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك أن تنضم إلى عروضنا وإلى دورتنا البيتكوين. ماذا لدينا في البيتكوين؟ لا بأس أن نعيد تحليل البيتكوين من الأول، مهم جدا، مهم جدا أن نحلل البيتكوين من الأول لكي نستفيد. من الأول قلنا أن البيتكوين لدينا موجة دافعة تصحيح، موجة دافعة زيادة في الزخم، توقف المشترون عن الشراء في هذه المنطقة، البيج بوي الذي حضر في هذه المنطقة، هذا بيج بوي قوي كبير جدا موجود في هذه المنطقة والذي أحدث هذا الصعود. بعد هذا الصعود توقف المشترون أو البيج بوي عن الشراء لأنه سيخسر، إذا بقي يشتري في هذه المنطقة لن يجد لمن يبيع، ثم فجأة نزل السعر بقوة. أوكي، بعد هذا النزول القوي يعني هذه هي الموجة الأولى، لذلك التصحيح الذي سيبدأ في المستقبل، المفروض بعد هذه الموجة أن نحصل على الموجة التصحيحية، قد تكسر القمة وقد لا تكسر، وبعد ذلك نحصل على موجة دافعة أخرى، وهكذا يكون لدينا تصحيح مكتمل للصعود. لكن لم يحدث هذا الأمر، الذي حدث أنه تعقدت الأمور، حصلنا على حركة قوية، هذه ليست موجة تصحيحية، هذه موجة قوية. إذن هذه الموجة بها إشكال، يعني يفترض أن هذه الموجة يجب أن يتم تقفيلها مستقبلا لأنها غير منطقية في هذا التصحيح، غير منطقية. ثم بعد ذلك حصلنا على هذا التصحيح 1 2 3، نزل السعر، وصل لهذه المنطقة. عندما وصلنا إلى هذه المنطقة قلنا خلاص انتبهوا، سيكون هناك تقفيل لهذه الموجة، لأن بنية هذه الموجة اكتملت على شكل WXY والXY فيها ABC. ممتاز، وقلنا سيكون هناك صعود لتقفيل هذه الموجة، وقلنا كذلك أنه ابتعدنا كثيرا عن هذا القاع، بالتالي ليس بالضروري أن نحصل على نفس الطول 100%، ليس ضروريا، قد نحصل على 60% منه، 70% منه، 80% منه، ولكن ليس بالضرورة أن نحصل على 100%، يعني ليس بالضرورة أن نصل إلى 55 دولار، ليس بالضرورة. هذا يعتمد على ماذا؟ هذا يعتمد على بنية الموجة الصاعدة.
على بنية هذه الموجة الصاعدة. لاحظون على بنية هذه الموجة الصاعدة. ممتاز. إذا بنية هذه الموجة الصاعدة الآن أريد أن أعرف هل هي مكتملة البنية؟ لأنه إذا كانت مكتملة البنية قد ينزل البيتكوين وينهار ويكسر هذا ويعود لكسر هذا القاع، لأنه كبنية ممكن يكون هذا رانين، لا مشكلة في ذلك، فقط هناك شرط أن تكون بنية هذه الموجة مكتملة للنزول، يعني مستعدة للنزول. وإذا نظرنا جيدا سنجد أن هناك كان هناك تحضير في هذه المنطقة، تحضير بيج بوي موجود هنا، صعد السعر، أعطانا اكسباندين ثم صعد، وبعد ذلك موجة قوية، أوكي، ثم بعد ذلك صعد السعر وأعطانا تصحيح هنا، ثم صعد وكسر القمة، أوكي. بعد كسر القمة قلنا انتبهوا سيكون هناك تقفيل لهذه الموجة أو انهيار. في جميع الأحوال سنبحث عن البيع، وبعنا واستفدنا، حققنا أرباح قوية، عائلتك دي بجميع عائلتك دي حققت أرباح الحمد لله. طيب الآن عندي مشكل، ما هو هذا المشكل؟ هو هذه الموجة غير منطقية في السوق. إذا قلنا قد يكون هذا تقفيلها، لماذا؟ لأنه إذا كان هذا هو تقفيلها سنقول أنه هذا رانين، وسيكون هناك موجة أخرى دافعة مثل هذه لكسر القمة، لكن بشرط أن تكتمل بنية هذه الموجة أولا في النزول ثم أن تعطينا إشارة للصعود. إذا دوري الآن هو أن أرى بنية هذه الموجة كيف هي وهل اكتملت، لأنه بعد أن تكتمل وأن تعطيني إشارة للصعود ممتاز، سنبحث عن الصعود. إذا أعطتني إشارة للهبوط سنبحث عن الهبوط كذلك، لا مشكلة في ذلك. طيب هذه الموجة إذا نظرنا إلى فريم 4 ساعات سنجد أن بها WXY، لاحظوا معي W، هذا هو تصحيحي، هو هذا، لاحظوا كمان هذا هو تصحيح، هذا هو أكبر تصحيح، هذا تصحيح صغير، هذا تصحيح صغير، إذن هذه موجة واحدة تصحيح كبير ثم موجة أخرى. لاحظنا أنه كان هناك زيادة في الزخم، استغلينا البيتكوين من هذه المنطقة بيع إلى هذه المنطقة وأخذنا أرباحنا، وقلنا أوكي أي صعود، وبعد أن رأينا هذه الحركات قلنا لا هذا فقط تصحيح، أي صعود سيكون فقط تلاعب للنزول لكسر القاع، وبالفعل هذا الذي حدث وحققنا ربح كذلك. بعد كسر القاع لاحظوا ماذا لاحظ أنه إذا كان هذا هو الريجولر، إذا كان هذا هو الريجولر بالنسبة لهذه الموجة، هذا النموذج غير متناسب مع هذه الموجة، فبالتالي حتى لو تم كسر هذا القاع هناك احتمال كبير جدا أن نحصل فقط على موجة أخرى حتى نكمل هذا النموذج الكبير، وهكذا سيكون هذا التصحيح في الحقيقة متناسب مع هذه الموجة لنزول آخر قبل الصعود. هي مسألة تناسب. عندنا في تحليل موجي تقنية تقول لي كلما كانت الموجة الدافعة كبيرة كلما كان التصحيح كبيرا. لاحظوا هنا موجة دافعة كبيرة لكن التصحيح ليس يعني بالنسبة لي أنا كوجهة نظر يمكن أن يكون خاطئ، وهذا لن يمنعني من البحث عن الصعود، لن يمنعني ذلك من البحث عن الصعود، لكن فقط سأقول ربما هذه الحركة شوي قوية حتى لو كانت يعني على شكل ريجولر، يعني شوية عندي فيها شك، ممكن يكون عندي تقفيل لها ونزول أخير، وهكذا سيكون هذا النموذج ممتاز. سيكون موجة دافعة تصحيح، موجة دافعة للصعود. عندما أحصل على إشارة هنا للشراء يمكن أبحث عن الشراء. كذلك إذا عندي استراتيجية ممكن أبحث عن الشراء في هذه المنطقة، لنرى كيف. لاحظوا أنا أعطيكم أسرار قوية جدا. لاحظوا معي كانت هناك فرصة إخوتي الكرام هنا بحث عن الصعود، لاحظوا موجة دافعة تصحيح، موجة دافعة زيادة في الزخم تصحيح، بحث عن الصعود. الآن يجب تحويل وقف الخسارة إلى بريك إيفن. إذا صعد وكسر ممتاز. لاحظوا معي إذا نظرنا إلى هذا الهبوط، هو هبوط قوي، فبالتالي إذا بدأ يصعد بطريقة متذبذبة وكسر القمة قد يكون هذا رانين ويكمل الصعود، من هنا يكمل الصعود إلى أين؟ عندما نحصل على نفس طول هذه الموجة هنا، لأن لماذا نفس الطول؟ لماذا نشرت نفس الطول؟ لأن لم نبتعد كثيرا عن القاع. عندما نحصل على نفس طول هذه الموجة، يعني عندما يصل السعر لمستوى 27800 دولار، يجب تحريك وقف خسارة إلى بريك إيفن. هو الآن المفروض أننا حركنا وقف خسارة إلى بريك إيفن، ولكن يجب اللي اقصده انه يجب ان لا يكون لديكم امل ان البيتكوين خلاص صاعد. ممكن يصعد، ترى ممكن يصعد، لكن 50% يصعد 50% يصعد ويعود،
لكسر القاع قبل الصعود. لذلك يجب أن نكون نحن في هذا الصعود، أكيد يجب أن نكون في هذا الصعود، لأنه ممكن هذا الصعود إذا كان، لاحظوا معي، إذا كان هذا هو النموذج ممكن يطير بيتكوين هنا خلاص إلى أين؟ على الأقل لكسر هذه القمة، على الأقل، وربما حتى إذا استعملنا الفيبوناتشي إكستنشن وكان هذا هو الراني، لنرى أين قد يصل إذا كانت هناك 161. أي نعم 161 تتطابق مع تتطابق مع ال 31 ألف دولار، فممكن يصل إلى ال 31 ألف دولار إذا كان هذا هو الراني المكتمل، 31 ألف دولار، ثم ربما لنقل نفس طول هذه الموجة ربما هكذا ستكون قد فقط تجاوزت القمة وخلاص، يعني مستوى 35 ألف دولار كهدف ثاني، أو نعم لنقول 35 ألف دولار كهدف ثاني. أوكي، إذا الآن كل ما عليه فعله هو أنه مفروض أنك الآن استغليت هذه الفرصة وأنت الآن بريك إيفن، بريك إيفن، ونخليه ونشوف إذا صعد ممتاز يصل إلى نفس طول هذه الموجة، نبدأ بتحليل هذه الموجة ونشوف هل هي صعيدة بزيادة في الزخام، هل هي صعيدة بنقص في الزخام، إذا كانت صعيدة بنقص في الزخام وبنيتها مكتملة وعندي إشارة للبيع يمكن البحث عن البيع والخروج من الشراء، إذا استمرت في الصعود نبقى في الصعود لا مشكلة في ذلك، وهدفنا يكون 35 ألف دولار، 31 ثم 35 ألف دولار. إذا لن يمنعني مشكل هذا التصحيحي من البحث يعني الصعود، هذا لن يمنعني نهائيا، يعني مشكل هذا الحركة تقفيلها هنا لن تمنعني من البحث يعني الشراء، فقط يجب أن أكون ضابط أمور وضابط احتمالات الصعود والهبوط. إذا نحن عارفين الآن احتمالات الصعود والهبوط، الآن على فريم صغير كيف سأتصرف مع البيتكوين؟ لاحظوا معي هذه الموجة هي موجة تصحيحية، لاحظوا، فإذا بقيت تصعد بطريقة تصحية وكسرت القمة وهذا ممتاز بالنسبة لي، إذا كسرت مستوى 26566 ثم بدأت تعود هذه فرصة ممتازة لبحث عن الصعود، كذلك ستصبح هذه كلها موجة واحدة وسنبحث عن الصعود من هنا، من هنا إلى أين؟ كسروا القمة تحول الخسارة إلى البريك إيفن، هادو للناس الذين لم يستغلوا هذه المنطقة للصعود، الذين ليست لديهم استراتيجية، نحن لدينا استراتيجية ونفهم ما الذي يحدث. إذا الآن نحن في العائلة بريك إيفن وننتظر، إذا طار ممتاز، إذا صعد بطريقة متذبذبة وعاد سنبحث عن الصعود مرة أخرى من هنا، كسروا قمة هذا الرانين بريك إيفن ونتركه، وصلنا إلى نفس الطول ما ربما نرى، سنرى هل نحن في زيادة في الزخم، هل بنية ABC، هل WXY، هل ترقيمات معينة نعرف أسرارها، وبعد ذلك سنرى، سنأخذ القرار هل نبقى أو نخرج ونبحث عن الهبوط، راهدون لكسر القاع مرة أخيرة. إذا الآن المشكلة لدي هو المشكلة اللي عندي الآن، وهذا هو التداول، يجب أن تفهموا الأمور، فقط إذا كنت فاهمها ما راح يكون عندك إشكال. المشكلة اللي عندي هو هل هذا هو فعلا التصحيح ريجولر صغير بالمقارنة مع هذه الموجة، ولا يمكنني أن أقول أنه هذا الموجة على شكل WXYXZ لأنه هذا التصحيح أكبر من هذا، إذا صغير. إذا أفضل سيناريو هو أن يعود ثم يعطيني هذا النموذج ثم يعود لمرة أخيرة وبعد ذلك موجة دافعة تصحيح، هذا أفضل سيناريو للشراء. إذا سيكون هذا النزول نزولا تلاعبيا، سيتلاعبون بك لبحث عن البيع، نحن سنبحث عن البيع الآن، يعني بحثنا عن الشراء نفس هذا الطول، وبعد ذلك سنرى ما الذي سيحدث هنا، كانت إشارات للبيع سنخرج من الشراء وسنبحث عن البيع، كسر القاع سيكون هدفنا الأول، هدفنا الثاني كسر هنا هذه المنطقة، إذا سنبحث عن البيع من هنا، وهدفنا 15364 سنبحث أو اشترينا من هنا، وهدفنا على الأقل 31 ألف دولار، فبالتالي لدينا سلاح لمحاربة البائعين ولدينا سلاح لمحاربة المشترين، أو ليس محاربته للتداول معهم، عفوا وليس محاربته للتداول معه. إذن نعرف متى نتداول مع المشترين، ونحن الآن مع المشترين حاليا نحن مع المشترين حاليا، صعود لهذه المنطقة بريك إيفن، نحن الآن بريك إيفن،
بعدها الصعود بريك بدا يفترض ان يعود، اذا عاد شيء جيد شيء سيء، اذا بدا يصحي وصعد وكسر القمه او حتى لم يكسر واعطانا ريجولر سنبحث عن الصعود من هنا، لا مشكله في ذلك، اتمنى ان يصعد ويعطينا راني. الا اذا كان هذا اكسباندين شيء اخر، اذا كان هذا اكسباندين سيطير السعر من هنا خلاص، راح تكون هذه مجوله وسيطير البيتكوين من هنا، اذا افضل فرصه كانت هنا. 1 2 3 زياده في الزخم تصحيح بوم صعود، اذا سنرى هل سيصعد. طيب هل ممكن للبيتكوين ان يبدا بالهبوط بطريقه متدبدبه هكذا ليكسر القاع؟ نعم، لست مهتما بهذا الهبوط نهائيا الا اذا عاد واعطاني هذه الحركه هكذا، وسيكون هذا نموذج راني للبيع مرة أخيرة. مستبعد هذا النموذج، مستبعد حاليا، لكن ممكن يحدث. ننتظر، ننتظر ونشوف، ننتظر ونشوف. أوكي، لاحظوا أنا شاركت معكم كل السيناريوهات، كل السيناريوهات المحتملة، كل السيناريوهات المحتملة، وهذه التقنية لا أحد يستطيع أن يتنبأ به أنه ممكن نحصل على هذا الأمر ثم نزول قبل الصعود، إلا التحليل الموجي برايس أكشن، خصوصا التحليل الموجي أخوتي الكرام. لذلك أنصحكم بشدة إذا أردتم قراءة الشارت بطريقة واضحة دون لبس دون أخطاء، وتجدون أنفسكم 90% من الأوقات في صفقات ممتازة، عليكم استغلال هذا العرض، لا مفر من استغلال هذا العرض إذا أردت احتراف تداول. دورتين نظري، ولكن الأهم هو تطبيق قناة التحليلات اليومية، أهم حتى من الفيديوهات، لأن حتى في التحليلات اليومية نعيد ما درسناه مع التطوير. لذلك أنصحكم بشراء هذا العرض، تجد رابطه مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط في صندوق الوصف كذلك لهذا الفيديو والرابط، اضغط عليه للتواصل معي مباشرة على الخاص، أنا اللي يجاوبك. تبدأ رحلتك نحو 5% الرابحين وتبتعد عن 95% خسارة. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، وأنا العلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.